السلام عليكم، صباح الخير. جيتكم في زمن غريب شوية، الناس المساهرة رمضان وكده. الناس المساهرة صباح الخير، ساعدونا بالشير يا اخواننا، للضرورة والله العظيم. طالع اسف جدا اني جيتكم في وقت مزعج زي ده. لكن مجبور والله، ما اعرف اللي حصل شنو بكرة. اتكلم عن حاجات ابو السريع. اول حاجه اختفاء الترس اخونا ودعكر يا اخوانا، يعني الظاهره دي بقت تتكرر كتير، ربنا يجيبه بالسلامه. يعني ما داير اتكلم في الموضوع ده، لكن ان شاء الله ما يكون حاصل له حاجه ان شاء الله. هو يعني انا ما داير اوجه شخصيا مثلا اصابع اتهام لجهه معينه، لكن في الاخر يعني ما زول بيتصرف تصرفات غبيه براه من راسه. يعني ما حيمشي يتلب سنبك مثلا ويقول مسافر، ولا يسيب البلد بدون ما يوري اهله، ولا يمشي يكبر يقعد مع اصحابه مثلا. مختفي الزول له 13 يوم لغايه هسه يا اخي، مختفي له 13 يوم الزول ده. فاهمين كلامي؟ اخر مره شوهد الزول ده كان في الجداريات مع اخوانه، مع التروس اصحابه، كانوا في الجداريات يوم 3 من الشهر ده ذاته. من وقتها ليوم الليلة ما شافوه، والناس بست لأهله قالوا ما الزول ده ما جاء، وفاتحين بلاغ وأي شيء رسمي، وفتشوا مستشفيات، فتشوا أجسام، ما في أي أثر. هالزول ده يكون كيف جات مخلوقات فضائية شالته؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد، لأنه مسبب مصدر إزعاج لناس معينة في الحكومة دي. الزول ده جازفوه يعني بالعرب الواضح، عرفتوا؟ بعد ذاك اعتقلوا ناس جهاز الامن، قطايب الظل، الجنجويد، حركات مسلحه، ما معروف. طالما انتوا جزء من الحكومه مفترض تكونوا محققين لنا الامان اللي الان ما جاء. الامان في الجنينه اليوميا، في شهداء في الجنينه ودارفور وعندنا ما الحكومه جات ليش؟ شنو لما نتكلم عن حكومة بنتكلم عن حكومة بشكل عام. انت رضيت انك تتحاصص مع الحكومة دي، يبقى انت مسؤول ذاتك، ولا يتنازل يقول يا اخي انا ما قدر المسؤولية، اتخارج. بس اخونا ودعكر مختفي هسه بالضبط ليه 13 يوم بالحساب. الصباح لما نجي حيكون 14 يوم مختفي، ما في اخبار عنه. اهله فاتحين بلاغ رسمي، مستشفيات ما في، اجسام ما في، اي حته بتخطر على بالك الشباب ده فتشوه، ما فيش. ها يعني نتخلى عن اخواننا كده؟ يعني مثلا بكره ما قلنا الموت ده بيجي جوه البيت، بكره انت اللي بتسمع فيني ده ذاته، انت اللي بتسمع فيني بكره حيجي يخطفوك من جوه. فهمت كلامي؟ نرمين، انا عارف الناس هسه في المشارح والجساس بتاع، شوفي قصه المشارح دي انا ما اقدر اتكلم فيها كثير لانه الموضوع حيكون واحد، يعني ما محتاج اتكلم اصلا، الناس ما مقصره. اذا الجساس دي سبب انها بتاعت فض الاعتصام مثلا، امشوا افتحوا فيها بلاغ. اذا جسس بتاعت مجهولين، افتحوا في 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 الحكومه بلاغات اهل المتوفيين، يعني ربنا يرحمهم نحسبهم شهداء. إذا جسس الليلة ذاتها من الجنينة من أي حتة، الناس عرفت أهلها تمشي تفتح بلاغ، دي ما ليرة لا اثنين ثلاثة. الموضوع عند قدامنا، في ناس شهداء، في بلاغات مفترض تتفتح. أنا بتكلم عن الناس المختفين، فهمت كلامي ده؟ يعني الشهداء ما فضل الاعتصام بس، ما الشهداء هسه للآن في ظل الحكومة الحالية هسه في يوميا في شهيد يا أخي على الأقل. يوميا في ناس بتموت عشان بتقول في كلمة الحق، يوميا في ناس ما بتتكلم اصلا كلمة حق ولا كلمة باطل وبرضه بموتوا. اهالي امتين تقعد تسكت يا مواطن؟ هسه خلونا في اخونا ودعكر المختفي من يوم 3 من الشهر ده الى الان ما ظهر. يكون مشى وين بالمنطق؟ يكون مشى وين؟ فهمتوا كلامي؟ ندى الشنواني لايف المسرح ده، ما قلت لك موضوع محسوم. ما في ناس ربنا يرحمه نحسبهم شهداء عندهم اهل
هيفتحوا بلاغات صح قدام الشهيد. انا خير لي انا انه زول اعرفه هنده قدامي شهيد من انه يكون مختفي بيعملوا فيه شنو هسه يعني لو هو في معتقل. فهمتي كلامي؟ فطالما في شهيد ربنا يرحمه مشوا للاحسن مننا كلنا اهلهم يمشوا يفتحوا بلاغات. دي مفروغه الحكومه كلها اي زول رضا انه يشتغل في الحكومه دي مفترض يتفتح فيه بلاغ. الحكومه ما كفاءات ما جات عشان تخدم المواطن، ما جات عشان صالح المواطن، جات عشان صالح نفسها. اي زول بيقول لها كلمه كلمتين ما عجبها بتركبه. هيعملوا شنو يعني الناس؟ فهمتوا كلامي؟ بعدين مفقودين مجزرة تفضل الاعتصام دي الجثث الظهرت دي إذا فرضنا إنها حقت الاعتصام كلها ما فيها جثث جديدة تأكدوا تماما إنه ظهوره في الوقت ده معناه دارين يدسوا قضية كبيرة دارين يسوقونا بالخلاء في أجندة دارين يمرروها. أقسم بالله العظيم ثلاثة الجثث دي ظهرت أسا معناها في أجندة جديدة دارين يمشوها علينا. فينك في راسك يا مواطن؟ ما تتغشى كل مرة بنفس الطريقة، ما تتغشى بنفس الطريقة. داري انك تيجي عشان الجسس وتهتف يقول لك الجنجويد كتلونة وبتاع. الحكومة كلها شركة في القتل، ما الجنجويد برام، ما احنا ما جهة. انتوا باركتوا فضل الاعتصام، انتوا لو ما خايفين من الكلام ده اتحاسبوا يا اخي قدامنا. يعني نحن حنكون حاقدين عليكم يا قحاتة ولا يا جنجويد ولا اي زول شاسر، حنكون حاقدين عليك على موضوع مننا؟ ما بالتأكيد عندنا مظالم بعد الحساب بعد تنضف الحساب حقيقي يعني تنضف ما في زول عنده لك حاجة تانية يا أخي اشتغل شغلك بس. لكن هسه في الوقت الحالي ده أقسم بالله العظيم القضية الكبيرة دي أثيرت عشان يمرروا أجندة جديدة. دي البروباغاندا اللي بيلعبوا بها عقولنا. دي المخابرات بتاعت الدول التانية الشعب السوداني العاطفي حيلعبوا بعقولنا. ناس استشهدت ناس ماتت. طيب الإجرام المفترض يحصل شنو؟ ها نفرض يعني معليش الزول كعبنا نفرض انها طلعت جثث فض اعتصام القيادة العامة، حنطلع نترس الشارع مثلا؟ ما احنا عارفين انه شهداء. ما مفترض نعمل، مفترض نفتح بلاغات نخليها عندنا بلاغات في القتل والنازل ما تتغير ضد مجهول. لانه الحاجة دي حصلت في وجود قحط ما كان في كيزان، ورغم ذلك ندخل الكيزان لانه كطيب الظل. لكن الوقت اللي حصلت فيه المجازر دي قحط بنجويد كانوا قاعدين يا اخواننا. يتفتح بلاغات من الكيزان لغاية آخر قحاتي في الحكومة دي مرورا بالعسكر، صح ولا أنا غلطان؟ ظهروا لكم القضية دي أسا معناها في حاجة دايرين يعملوها. هم ما أغبية بالمناسبة عشان يجي مدير المستشفى يعترف في حاجة ساكتين عنها سنتين، ما أغبيهم. فهمتوا كلامي؟ معناه في أجندة دارين يمرروها. والاختفاء القصر اللي بيسهر لي أخواننا ده قبل مدة لو بتتذكروا كان عندنا واحد من جيراننا بدون ذكر أسامي كنا مترسين في الشارع اختفى. تاني يوم الصباح كان نزلنا بالليل بيانات عنه والبلاغة جابوا لنا متشتش في صدره بمسامير ومجلود في ظهره قبل. أقسم بالله كنا بنتكلم في الكلام ده ظهر لنا بعد ساعات، لكن لأنه كان شوارع الصحافة ظلت كانت اترست عشان الزول ده اختفى. معليش يعني، لكن هل ودعكر ده ولدنا ده يعني الزول ده اخوكم ده ودعكر عشان ما مشهور الناس ما شغالة به ولا كيف؟ ما نفس الشيء الشهيد بهاء الدين عشان ما مشهور الناس ما اشتغلت به لما مات؟ يعني إلا يخطفوا مع كل احترامي يعني مع كل احترامي إلا يخطفوا مصعب الضيب وشارة ولا يخطفوا زول مشهور عشان الناس تتكلم؟ واطلقوا صراحة ونطلع هاشتاج. طيب انت القاعد هسه بتسمع فيه ده بكره حيجيك جوا البيت الكلام ده، حيخطفوك من جوا بيتك قدام اهلك وزول يفتح خشمه ما في، لانه انت بتتعامل مع الموضوع برضه الموضوع بالبروباغندا حقتهم الميديا حقتهم هم، صح ولا انا غلطان؟ حيجي يخطفوك من جوا ويقتلوك عديل وزول يشتغل بيك ما في. هم دارين ان نصل لكده. هقول نسيب اخواننا. اخونا ودعكر ده هسه له 13 يوم بالضبط مختفي من يوم 3/4 الى الان. الزول ده ما في زول عارف عنه اي معلومه، وفي بلاغ مفتوح عن بلاغ فقدان واي حاجه، لا في مستشفى لا في قسم. الزول ده بيكون وين؟
الزول ده بيكون وين؟ انا ما بيهمني انه انت هسه تسير اللايف يحضر اللايف 50 نفر 100 نفر 10 نفر، ما فارق معي، فارق معي انه المعلومه توصلك وانت توصلها للناس. لانه قبل سنتين قلنا انه الحاجه دي حتجي، يعني كلنا سوا مقتنعين قلنا الحاجه دي حتجيك جوا بيتك، وهسه بدت تجي جوا البيت. هون ده الاختفاء القسري بدا يجي، وحبه حبه شويه بتسمع بيتي اختفت، بقيت بتسمع بها انها مشت حبه زول ولا لا، بعد شويه البيت يعني زول عجبته بيت حيمشي يشيله قدام اهله، وزول يقدر يفتح خشمه ماف. لا اسلام لا ربنا، ما عندهم فهم الناس دي، الناس دي ما عندهم فهم. يمشي يخطفها يتزوجها ولا يغتصبها ولا يعمل لها اي حاجه غصبا عنها، وانت ما تفتح خشمك، تجيك تصهر بعد 10 سنين ويكون عندها ولدين ولا 3 اولاد، تقول لك انا خطفوني سنه كده، شويه شويه حيجي. ولا اخوك يخطفوه يا مان يمشي يقتلوه ولا يبيعوا كلاه ولا يعمل له حاجه، ولا انت ذاتك اخوك ليه؟ طيب انت حتستنى ليمتين، حتستنى حقك ده بياكلوا فيه ليمتين، حتستنى انه بيتعاملوا معاك بالاسلوب بتاع الاستعباد ده ليمتين، انت عبد عندهم؟ ما انت عسر تفتح خشمك بيقمعوك بيجدوك بيغتصبوك بيقتلوك وبيمشوا بيبيعوك لدول تانية تموت، بياخدوا في راسك قروش، روحك الطلعه دي بياخدوا وراها قروش. اها انت عبدي ولا ما عبدي عسر؟ انت قرارك في يدك، قرارك ما في يدك يا زول. يبقى في غلط، في غلط في الموضوع ده. الحكومه دي ما جايه عشانك يا مواطن يا اخي، الحكومه دي جايه لمصالحها هي ومصالح دول تانية. حكومه عملاء، عسكر على مدنيين واحد، ما جايه الا مصلحتنا. وذاكر مختفي له 13 يوم او بقى 14 يوم، لانه عدينا الساعه 12 قبل، هسه الساعه 3 الا دقيقتين ولا كم. وذاكر مختفي له 14 يوم، انت حتكون في مكان وذاكر، حيخطفوك حتختفي. وزي ما انت ما بتهتم الا بالقضايا المعروفه، صدقني يومك تختفي ما في زول حيشتغل بك، لانه هم زرعوا جواك الحاجه دي. انت ما بتهتم الا بالقضايا المتاكد منها. يا اخي ليه يا اخي ما نقوم الشارع ده والميديا كلها بسبب اخونا الترزه؟ ليه ننتظر انه المعلومه تجينا من برا؟ بهاء الدين ده لما انخطفوا اولاد حلته ما يتكلموا عنه يا اخواننا، نواياهم شنو دي بعلم ربنا، لكن ده غلط. مفترض يتكلم عنه صباح ومساء، احنا دارين نتكلم عن اخونا ودعكر. بالله يساعدونا تكلموا عنه في بوستات. الشهداء بتاعنا مستشفى التميز ربنا يرحمهم، ده الموضوع محسوم، الناس تمشي تفتح بلاغات، اهل الشهداء ده يمشي يفتحوا بلاغات في الحكومة كلها، من اكبر زول فيهم لغاية اصغر غفير. اي زول رضا يشتغل مع الحكومه دي في الوقت الحالي يبقى زول زيهم، زول ارزقي، زول وسخ. موضوع الجثث ده دايرين الميديا تقومهم، دايرين الميديا تهيج. ما هم ما اغبياء، ما اغبياء بيطلعوا لك معلومه زي دي كده صدفه، معلومه ده سنها سنتين يجي يقول لك هسه صدفه. لا، عندهم فهم من وراء عشان تهيج. هم عارفين رده فعل الشارع، تهيج معناها في أجندة دارين يمرروها، يشغلوك بحاجة تانية. الليلة انت لو عندك ألم، نفرض في يدك، يدك واجعاك وضربوك في رجلك، حتركز مع الألم الجديد وتنسى القديم. بالمناسبة جرب الحاجة دي. الدكتور الشاطر لما يجي دار يضعنك حقنة وانت بتخاف من الحقن، ما بيمسك الليبرزات بيضعنك بها، بيمسك يدك كده بكويمة ليك عجيل زي ال ما عارف اقول لك زي شنو، بيكويم لك مسافه وبتدخل خير الحقنه. التكويمه دي لما يقرصك ده انت بتركز مع القرص اكثر من الطعنه، صدقني. فهم بيعملوا كده، بيعالجوا لك الالم بالم. يعني القرار الدارين يمشوه ده مؤلم، وهم عارفين وعارفين الشارع هيهيج فيه. فمره اقول لك القضيه حقت الشهداء بتاعهم فضل الاعتصام مثلا، او شهداء الجنينه او غيره، انت تيجي بجاي زوط يمرر لك القرار الثاني وانت قاعد بتتفرج يا مواطن في حقك. فهمت كلامي؟
البلاغات دي تتحفظ. لما نجيب قضاء حقيقي ونائب عام حقيقي نقدر نحاسبهم فردا فردا، ما نرجعهم يموتوا موت الله العادي، لا لا نحاسبهم نوديهم لله احنا، لانه الله قال الكلام ده، الله الامر كده، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. المهم عندي هسه الناس الحية، الشهداء ديل ما ماتوا عشان انت تحيا بامان وبسلام بحرية وبعدالة، الشهيد ده مات عشان انت تكمل مشواره، صح ولا انا غلطان؟ طيب انت عملت شنو من حاجات الشهيد؟ الحال اسوأ من زمن الشهيد كان عايش معك. في ناس حية اسا دارين يرحقوهم اخوانهم الشهداء بدلالة الشهيد بها اولاد حلة سقطوا، ما يتكلموا، ما نشروا في الميديا بالطريقة الكبيرة، ما لفتوا نظر الناس لبهاء الدين الا بعد مات. احنا ننتظر اخونا ودعكر يموت؟ ده كلام ده يا اخواننا؟ الزول ده ما واحد من من التروس من اخوانكم اللي بيطلع على الشارع عشانك انت يا مواطن، وفعليا هو بيضحي بيروحه عشانك يا مواطن، ده جزاؤه انه انت هسي تجي تنكره؟ ما تتكلم عنه اصلا؟ زول مقدم روحه في دريك انت، في اقسم بالله مقدم روحه في دريك انت، والتروس اللي بتشوفوه في الشارع ديل اقسم بالله ويمينه حاسب به يوم القيامه. اي ترس فيهم حقيقي، ترس حقيقي من طرف تجي تلكزه تقول له ناخد روحك مقابل انه السودان بكره يبقى من احسن الدول وزي ما انت عايز، اقسم بالله بدون تردد اقول لك قدام، اقسم بالله العظيم الكلام ده انا مسؤول منه. من ضمن الناس ديل واد عكر، واد عكر ده ما صدفة جازفوه الزول ده اختفى، ما صدفة نهائي، ما صدفة، والسودان كله قال لي صدفة انا ما بصدق. زول ترس، زول سخن، عارف ان الحكومة دي فاشلة وافشل من الفاتت، وعارف الحكومة دي محاصصات مع الفاتت، وعارف ان الحكومة دي ما جات لمصلحة الشعب، فالزول ده اختفى من يوم 3 في الشهر ده الى الان ما ظهر، 14 يوم ما ظهر. اها الرأي عندك يا مواطن، اخوك اللي بتكلم باسمك بيطلع بدافع عنك داير يجيب حقك اللي انت ما طلعت جبته يا مواطن، هتخليه الحق باقي الشهداء ساي؟ هتسكت لما نقتلوه ولا هتفتح خشمك؟ احنا اصلا ما عندنا مشكلة مع حاجة فيها قانون حقيقي، نحن غلطانين تعال حاسبنا يا زول، لكن ما تتغرصن علينا عشان انت غلطان تقتل نص الشعب السوداني. يا اخي ما ممكن الشعب السوداني يموت عشان 10 ولا 20 نفر يا اخي يعيشوا، لا يا اخي هم شنو يا اخي يقتلوا في الشعب السوداني كله عشان هم بس يعيشوا 10 ولا 20 نفر ده؟ لا يا اخي، ويشتروا دو يبيعوا دو يخوفوا، ده ذنبنا شنو يا اخي احنا؟ ودع عكر ده لو حصل له حاجه كلنا مسؤولين، زي ما مسؤولين عن وفاة بهاء، زي ما مسؤولين عن شهداء فضل الاعتصام، نحن شفتوا الأمانة دي شايلنا الأمانة دي ما حنخليها إلا لما نلحق أخواننا، إلا لما نموت كده يا دوب بنقول إحنا عملنا اللي علينا، لكن نشر الوعي مطالبة بحقوقنا ده أقسم بالله ما مفترض نتنازل عنه كله. تم 14 يوم أخوكم ده للآن مختفي، وهو زول عاقل وزول نصيح ما فيه ولا كلمة، زول ترس يا أخي من شدة ما واعي، لما نقاري الحكومة دي فاشلة قبل أنت ذاتك من بيتكم تفهم الكلام ده، هو عارفة إنها فاشلة. زول بالوعي ده تفتكر ده يعني حيختفي ساي؟ أكيد مجبور، أكيد 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 في ناس مسحت غرته جازفه، انت حتنتظر لما نلحق باقي اخوانه. قدامكم قلت لك قضية الشهيد بهاء الدين، علشان انا بعيد في الكلام لانه في ناس بتطلع وبتجي عشان تفهموا الموضوع، انا ما جاي صاي، والشهداء بتاعين فضل الاعتصام دي الامور واضحة، الناس اهل الشهداء تفتح بلاغات، لما نجيب حكومتنا الدائرين نعرف نحاسب الناس دي، ما في زول يتنازل عن حقه. البلاغات لما تكتر بعد ذاك ذاته المجتمع الدولي بيكون عنده رؤية تانية، ومرسيسي دي هنا ما بتنفع معانا،
نحن سودانيين يا حبة، نحن سودانيين. من ضمن القصص بحب أذكر بها الناس، يقال زمن نابليون أعتقد في حملة فرنسية جاءت السودان، شالت أورطة. أورطة دي اللي هي مجموعة من الجنود السودانيين تقريبا مكونة من 60 ضابط أو 60 عسكري حسب المعلومة القريتة. فشارت 60 أورطة ومشت بهم حرب أعتقد في أوروبا، ماتوا منهم زي 30 نفر. لكن يعني الأورطة دي الإنجازات اللي عملوها قالوا ليك ناس الحرب العالمية الثانية ما أنجزوها، أورطة بس قادت لها جيوش وقال لك قاتلوا بمسالة عجيبة ذاته وتكتيك غريب حتى يتصوروا معهم. وبعد ذلك قالوا المقولة المشهورة بتاعت هتلر تقريبا، قال لو عندي جنود سودانيين وسلاح الألماني ده قال أنا كان بسيطر على العالم كله تقريبا يعني. فالقصة دي يعني بتوريك إنه السودان من زمان متوحد، ما كان في فرق بين عربي ولا أجنبي، يعني انفرضنا إحنا عربي يعني ما في فرق بين زول حلبي زول أسمر زول أخضر، ما في فرق، ما عندنا العنصرية دي لأن الأورطة كان فيها كل الأجناس، ما في قبيلة معينة. الحاجة الثانية بتوريك إنه السودانيين شجعان وأخوياء وفي بسالة من زمان يعني فدائيين، أوكي ديسيس. لكن الحاجة السيئة بتثبت لك إنه القادة دائما اللي بيجوا السودان أرزقية، لأنه ساقونا من هنا ودونا حرب في أوروبا ما عندنا فيها لا ناقة ولا بعير. في المكسيك يا كرشلفير، يا سلام عليك، فهمت؟ فمن زمان إحنا بنحكم بنفس النظام، يعني نفس النظام بعيد نفسه بس مع اختلاف الممثلين. اخي احنا نخش في حروبات زنبنا شنو؟ زي الحروبات الألف في المكسيك دي نفسها هسه يا هفي اليمن، دخلنا شنو احنا بعاصفة الحزب والكلام الفارغ ده يا اخ؟ مالنا ومالكم يا اخ؟ اخواننا يموتوا ليه يا اخ؟ مصرين تفقروا الدول عشان نحنا نضطر نخش ونبقى ارزقية. الدار يخش الدعم السريع يمشي يموت لينا في الحتة الفلانية، داري خص الحركة المسلحة الفلانية عشان يسفروه برضو يمشي يموت في الحتة الفلانية. ليه يا اخ؟ يا اخي احنا ما محتاجين يا اخي، يا اخي احنا اغنى من الناس دي كلهم يا اخي. يا ميسرة يا اخي الناس تترس مشرحة ليش؟ انا في نظري دارين يترسوا يترسوا، الشارع الكلمة عنده. لكن انا رأيي ما محتاج هالموضوع لتدريس مشرحة وبتاع. اصلا قصة المشرحة دي الناس اتكلمت فيها هسه وفضحوهم هسه عشان في قرار دايرين يمرروه. العربي ما واضح يعني، قصة لها سنتين يظهروها هسه معناها في بلوى دايرين يعملوها القحاتة. احنا بالعكس مفترض نترس السودان مش المشرحة، عيوننا في راسنا عشان في قرار دايرين بلوى دايرين يعملوها ولاد الحرام دي، فهمت؟ فقصة انه المشرح الناس تترز عشان هنعمل شنو يعني؟ ما هم شهداء، مفترض نمشي نتخذ اجراء قانوني. نحن لو دارين نترز كان من يوم فضل الاعتصام الى الان ما كان نفك الترس، لكن فكيتوا الترس. انا ما لايمكم فكيتوا الترس ليه؟ لو دارين تترسوا يبقى ما نتكلم شعارات ساي اسا يقول لك في جزء المشرح نمشي نترس، نترس المشرح ليه يا زول؟ نحن نفتح بلاغات أهل الناس المتوفيين ديل، نعرف الناس اللي في المسرح ديل منو، فيهم ناس بيكونوا مفقودين نعرفهم منو، وهلوا يفتحوا بلاغات. البلاغات دي أي نعم النائب العام ما حيجيب حاجة والحكومة ما حتجيب حاجة، لكن بيوم بعد السقوط بنكون الحكومة اللي احنا دايرينها وبنحاسبهم فردا فردا، والبلاغات بتتسجل باليوم وبالثانية وبالتاريخ، فهمت؟ فقصتي يقول لك قضية زي دي انت حتطلع عشان عاطفي، بيستخدموك بالعاطفة حقتك، ده الغباء. ما مفترض تتساق لهم، ما مفترض تتغشى تاني، اطلع الشارع ليه؟ في بلوى دارين يعملوها، لما تطلع تترس البلوى حيمرروها لك. اسف في الوقت الحالي نترس السودان كله، ما نترس المشرحة بس، ده انا كلامي، نترس السودان كله نسقطها.
لأن الحكومة القاعدة حاليا هي اللي خلت الشهداء ديل القاعدين في المسرح ديل هي قتلتهم. دي الحكومة الحالية ترس السودان كله تسقط. بس الترس يا قافل فوق تحت يا بلاش كونه نمسك لنا قضية جزئية. ده أنا ما معك ما بتفق معك. يعني تجيني تقول لي نمشي للنائب العام نترس قدام المجلس معارف البتاع، نمشي للوالي الفلاني نترس، دي قضية جانبية بتقسم لنا الشغل وبتتعبنا ذاته يا رجل. ليه أنا داير ترس يصق الضيل ذاته عشان نجيب الحكومة بتاعت الشعب؟ الشعب هو اللي يحكم. كلامي ده فهمتوا؟ ما ننساك بقضايا هامشية، لكن القرار في الآخر بتاع الشعب، ما قراري أنا مجاهد. فهمت؟ وشوف، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت آحادا. العربي واضح، هم ما دايرين الرماح تجتمع نهائي، دايرينها تكون متفرقة عمرنا كله عشان البقيل أدب وشديد كده بزيح من باقي الرماح بيكسيروه طوالي. وفي 500 طريقة للكسر. قلت لك اترس السودان كله يا الفاضل، السودان كله يترس. ما تترس لي المسرحة بس، هتترس المسرحة الناس هتعمل اعتصام قدام المسرحة. طيب ما هو اعتصام القيادة العامة تو يعني استفدت شنو؟ ما لما تلاقوا كل التروس في حتة واحدة، افترض ما نتلمى في حتة واحدة، افترض السودان كله يترس. ده الحل الوحيد اللي بيطلعنا من البلوى الدارين يعملوها الجحادة ده. فهمت كلامي؟ فقصة انه يجمعونا في مكان واحد تاني، يعني يضع احنا اللي بنضع البيت في سلة واحدة، احنا اللي بنلم في الارزاقية كلهم في حتة واحدة، معقول احنا نجي نتلم لهم في حتة واحدة؟ ما بيحصل الكلام ده. دي دوشة. المشرحة تترس، الخرطوم تترس، ام درمان، بحري يترسوا، القضارف، كوستي، سنار، كل الناس تطلع تترس. ده المفترض يحصل عشان ما نكون عاطفيين. لكن لو عاطفيين دارين الناس تمشي بالعاطفة، يعني احنا تغشينا يا من تاني تالت وعاشر، الناس هتمشي تترس قدام المشرحة، هيعملوا حاجتهم الدارين، سواء زيادة البنزين سواء زيادة الكهرباء، المهم في بلوى دارين يعملوها. لهذا الحرام ديل في بلوى دارين يعملوها، وانت بسقوق بالخطاب العاطفي مع الجوطة دي ما حتنتبه لأي حاجة. فهمت كلامي؟ بكل الأحوال الساكتين سكاتكم شين. أخوكم ودعكر أسا مختفي اختفاء قسري ليو 14 يوم، من يوم 3 إلى الآن الزلدة ما ظهر. افترض الميديا دي تضج بالكلام عنه عشان نضغطهم يورونا وين الزول ده، على الاقل اعرف انه وراه ظهر. لانه لو كان ده معليش يعني ما مقارنه، لكن لو كان ده واحد من ناشطين السوشيال ميديا ديل، السوشيال ميديا كانت ملت هاشتاقات اطلق وصرح فلان. ليه احنا اولادنا كطيب الظل بتاعه الشعب دي، الناس الشفات، الناس بتاعين الترس، لما واحد يحصل له حاجه ليه الناس بتعمل ما بتعرف؟ بالنسبة لي أنا ده أهم من أي ناشط في السوشيال ميديا، حتى لو شغال وعي. ده لأنه زول شايل روحه في كفه وشايل كفنه معاه عديل طالع عشانك يا مواطن. نحن بنتكلم وبنوعي والناشطين بيوعوا، لكن ده طالع بواجه الرصاص وما خايف. يا أخي فيهم ناس بتمنوا الشهادة عديل يا زول. فهمت؟ فأسى العربي واضح، أخوكم ودعكر بالله أمانة في رقبتك، حاولوا شغلوا معنا السوشيال ميديا دي عنه شوية، احنا دارين نعرفه وين بس، معتقل ما معتقل، المهم يكون حي وقاعد في حتة معروفة بالنسبة لنا. خلوا الباقي علينا، تتريس بلاغات سيبوا الباقي علينا، بس دارين نعرفه وين، ساعدونا في اننا نعرفه وين يا اخوانا. ودعكر ده دارين القضية دي تبقى قضية السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا قلت رأي عام سوري معليش،
ساعدونا يا اخوان. يعني انا ما حصل اتكلمت مع ناس قلت لكم ساعدونا ولا بتاع، قاعد اقول لكم دائما اطلعوا ادعموا اخوانكم، لكن ما قنعت، لكن زهقت من كل مرة اقعد اتكلم ادعموا اخوانكم اطلع مع اخوانكم. الناس قاعدة في بيوتها وراجين الناس تجيب لها حقها. يا اخي يا اخي انتوا لو قلتوا بسم الله، السودانيين دي لو قلتوا بسم الله مرة واحدة طلعتوا مليون كده في الشارع، اقسم بالله القوات النظامية جاية تفض المواكب دي بتجيف تحمي المواكب، بتتحول لقوة حامية للثورة طوالي. لانه هم لما جايين ببلاغات جايين بانه في ناس مهددين عن المواطن اللي هم بيسموه متفلتين، بيكون شايفين التروس زل شايفينهم متفلتين. وفعليا لما نيجي يلقوا 50 ولا 100 نفر مقفلين شارع والحي فيه 2000 نفر ما طلع منهم زول، حيكون ده المتفلتين. انت اسي طردك يا زلمه يطلعوا موكب، ما بترضى صح؟ لانه انت شوفهم متفلتين، هم شايفينكم زي شايفين التروس زي الكيزان، حيجي في الضم بيبنبان وبيضرب ومعاه مولاد حرام بيضربوا رصاص. لكن لما تطلع انت واخوانك واخواتك معانا الشارع ونكون ملايين في الشارع، بيعرفوا انه ده ما متفلتين، بيعرفوا ده اهل الارض ذاتهم، هذه الارض ولنا يا اخي. يعني احنا وين نتكلم ساي؟ لكن نقول شنو يعني، الناس بتفهم لكن ما بتنفذ. حتنفذ انتين لما نكمل، لما نموت كلنا حتى تبدا تفهم انه اللي كنا بنعمل فيه ده كنا محتاجين لدعمك. محتاجين لدعم اي زول يا اخوان، اي زول باي طريقه. اتكلم ساي ان شاء الله في الشارع، خايف انت من السوشيال ميديا يشوفوك عمل لك سكرين شوت، اتكلم لنا في الشارع يا اخي. يا اخي احنا طلعنا ثوره ضد الفساد يا اخي، ما ضد الكيزان برام، كيزان قحاته مخلوقات فضائيه فاسد بس تتحاسب، ده دايرينه نحن ذاته. وذاكر له 14 يوم مختفي، ساعدونا يا اخواننا، ما يبقى ونسى وكلام ولايفات. يا اخي انا ما داير ذاته زول شفته يتابعني ولا بتاع، انا داير بس القضيه تفهمها لي انت. اقسم بالله ما فارق معي يسمعوني 10 20 نفر، بقدر ما فارق معي انه سمعوا كلامي ده يفهموه، لانه بكره حنلحق اخواننا، حنلحق ناس كشه. هل الوعي والمعلومات دي حتكون حصريه على الناس معينه وما حيطلعوها، ولا حنقعد نتبادله؟ فانا امنتك امانه زي ما انا شايله الامانه دي، انت تنشرها وتوصلها برضو للناس. هذه الارض لنا، ادعم باي طريقه. اخوكم ودعكر يا اخواننا، لو حصل له حاجه استغفر الله، ان شاء الله ما يكون حصل له حاجه. المهم نلحق اخونا ودعكر قبل اولاد الحرام دي اللي عملوا له حاجه. ودعكر مختفي له 14 يوم. اللهم قد بلغت